ينضم إلينا عبر تطبيق زوم الصحفي توني بولس. صباح الخير لك أستاذ توني. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. بالبداية أستاذ توني، يعني مرة جديدة تعدى العدو الإسرائيلي على الخطوط الحمر وكسر قواعد الاشتباك واستهدف ليل أمس منطقة الغازية في جنوب لبنان، وادعى أنه استهدف مقر أسلحة لحزب الله، وهو استهدف مصنع لمنشآت صناعية، وهيدي مش أول مرة بيكسر هذه القواعد. برأيك لماذا اليوم إسرائيل تريد أن تجر لبنان وحزب الله إلى حرب مفتوحة؟ الحزب لا يريد أن ينجر إليها ولا يريد أن يجر لبنان معه إلى حرب واسعة. تماما، يعني بقت واضح ومكشوف انه ايران تعمل على كبح حلفائها في المنطقه، وهذا شيء شفناه في العراق عندما زار قاني بغداد بعد استهداف القاعده الامريكيه بالاردن، وطلب منهم وقف اطلاق النار او استهداف القواعد الامريكيه، وبالفعل هذا الشيء توقف. وايضا ما سرب عن زياره عبد اللهيان الى بيروت، وانه طلب من الامين عام حزب الله يلتزم بقواعد الصبر الاستراتيجي وعدم يعني التوسع بالقتال وعدم اعطاء ذريعه لنتنياهو للتوسع بالحرب باتجاه لبنان. بالواقع من هناك تفاهمات يبدو بين ايران وبين امريكا لضبط الامور ولعدم انفلاشها. بالوقت الثاني عم نشوف انه اسرائيل عم تجرب انه تروح وتوسع المعركه اكثر وتستهدف العمق اللبناني، واليوم عم تعتبر انه عم تجرب تضغط على الراي العام الدولي وتروح باتجاه اقتحام منطقه رفح، وهي المربع الاخير المتبقي من قطاع غزه خارج سيطرتها المباشره. وبالتالي هذا واضح انه اليوم الرغبه الاسرائيليه بتوسيع نطاق الحرب صارت يعني مثبته على الارض. عم نشوفه في لبنان عبر توسيع استهدافاتها. طبعا لحد هاللحظه النقطتين كانوا بارزين بالتوسيع. اول مره عندما استهدفوا النبطيه واستهدفوا المبنى يلي سقط فيه مدنيين، وامس وقت استهدفوا الغازيه والمنشات الصناعيه فيها. ذريعه الاسرائيليين كانت انه في عمليتين، الاولى عمليه صفد واجت ردا عليها نبطيه، وثانيا استهداف او المسيره اللي بعد مجهول هويتها يلي وصلت على منطقه طبريه بعمق حوالي 40 كيلومتر من الحدود اللبنانيه. يعني عم تعتبر اسرائيل انه هناك يعني توسيع من جانب جهه في لبنان. طبعا هالعمليتين حزب الله ما تبناهم وفي غموض حولهم، ومش معروف حتى الساعه اذا كان حزب الله هو اللي قام فيهم لاهداف معينه ام ان هناك جهه او طابور خامس. طبعا حسب المعلومات الجيش اللبناني يحاول ان يستقصي اذا كان هناك جهه تستخدم ارض الجنوب لتوريط لبنان اكثر في المعركه، او لتوسيع نطاق او اعطاء ذرائع لاسرائيل لتوسيع حربها في لبنان. ايضا يعني بالامور يعني اللي يعني الخطيره هو الفيديو اللي سربه معهد ألما الإسرائيلي أمس عن وجود أنفاق وترسانة عسكرية لحزب الله في منطقة الجبيل. هذا كأنه مؤشر أيضا أنه عم بتقول إسرائيل أنه في عندها هدف آخر ممكن توصل له إلى منطقة الجبيل، وهذا خطير جدا وبيشير إلى الرغبة والإصرار الإسرائيلي لتجاوز الضغوطات الأمريكية وتجاوز أي الضغط الدولي وتروح باتجاه توسيع الحرب، لأنه نعرف كلنا سوا نتنياهو عم يستخدم هذه الحرب لترسيخ وجوده في السلطة ولحتى يثبت انه هو قادر انه او يرجع يعيد الثقه للمؤسسه العسكريه يلي فقدت فيها هذه الثقه الشعبيه بعد 7 اكتوبر الماضي. نعم استاذ توني، بس اسرائيل اليوم كمان عندها هدف انها تعمل فتنه بين اللبنانيين، وقدرت تنجح اليوم انها تعمل هذه الفتنه، والدليل انه اللبنانيين اليوم بيحملوا المسؤوليه الكبيره لحزب الله لتهجير اهالي الجنوب، وعم بيحملوه مسؤوليه انه هو عم بجر لبنان والجنوب لحرب. بخصوص النفق اللي عم تقول عنه بجبيل، ما في شيء مؤكد لليوم انه حزب الله عنده انفاق بتوصل لجبيل او بمنطقه جبيل. اليوم اسرائيل عم تعمل فتنه انه نحن حنضرب جبيل لانه موجود نفق لحزب الله، هذا الشيء مش مؤكد، هي عم تعمل فتنه مسيحيه شيعيه اذا بدنا نقول. تماما، اللي نزل واليوم اللبنانيه بعض اللبنانيه استاذ توني كمان يعني عم بيوافقوا على هيدا، عم يمشوا على هيدا المسار انه حزب يعني الله عم بجر لبنان لحرب. واليوم ما في شيء بدل بكل خطابات السيد حسن انه هو بده يفتح الحرب
اوكي هي اسرائيل عم تتعدى، ولكن نحن اليوم بعدنا ملتزمين بالحرب. مما لا شك فيه انه حزب الله ما بيروح باتجاه توسيع الحرب، وهذا شيء امر واضح لا نعم. حزب الله ولا ايران، وانه رغبه توسيع الحرب رغبه اسرائيليه، وبات هذا الشيء ثابت. ولكن يعني اللي صاحب ذرائع اسرائيل يلي عم تستخدمها، سواء باعلان انه في يعني مدرسين عسكريه في منطقه جبيل او غيرها من الذرائع، لازم يكون في توضيح سواء من حزب الله او من الدوله اللبنانيه لحتى تطمئن المواطنين وتقول اذا في وجود ولا ما في وجود، وتثبت حالة الدولة اللبنانية. ثاني نقطة، الذريعة الأساسية موضوع 1701. 1701 هو يعني قرار دولي بموافقة جميع الأطراف اللبنانيين حصل بال 2006، وتطبيقه هو بيصبح أحد أبرز الذرائع اللي عم تزرع فيها إسرائيل. والاعتراض عليه هو مستغرب، لأنه هذا الاتفاق أو هذا القرار ينص على إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان لحتى هو يكون موجود منتشر. ما بعتقد الجيش اللبناني هو بسبب فتنة أو في جهة لبنانية بترفض وجوده. لذلك يعني عمليا الإسراع بتطبيق هذا القرار بيسحب أكبر ذريعة من إسرائيل عم تزرع فيها، هي أنه تهديد حزب الله في جنوب لبنان. هو حزب الله ما رفض القرار 1701، هو ما رفضوا للقرار، ولكن ليش شروط اليوم بس على حزب الله مش على إسرائيل كمان؟ ليش إسرائيل اليوم ما بتلتزم بالقرار وبتتنازل عن الأراضي المحتلة بالمقابل حزب الله؟ هذا دور الدبلوماسية اللبنانية، أنه من خلال تطبيق هذا القرار تسعى لتحرير كيف جافة الأراضي اللبنانية المحتلة، لا سيما نقاط 13 اللي هي متنازل عليها بين لبنان وإسرائيل، تحسمها لهويتها اللبنانية. والنقطة الثانية هي مزارع شبعة، وطبعا مزارع شبعة بنعرف أنه هي مرتبطة بالقرار دول 1680 يلي بيرسم الحدود بين لبنان وسوريا. وبالتالي اذا الدوله اللبنانيه قدرت وصلت لتطبيق هذين القرارين تقدر تحرر اراضيها من اي احتلال، وتقدر بالوقت ذاته تسحب ذرائع اسرائيل، وما بنعطي ذريعه لا للاسرائيليين حتى يتوسعوا بالحرب تجاه لبنان. وثاني النقطه الاساسيه اللي عم نحكيها انه هذه فرصه ايضا لحتى نحشد دعم دولي للجيش اللبناني، يعني نعرف في مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وامكانيه تحفيز يعني قدرته على تطويع عناصر اضافيه لحتى يكونوا بالجنوب. هذه فرصة للبنان لحتى نجيب هذا الدعم، سواء لناحية دعمه ماديا بقدرات تطويع، أو حتى يعني المطالبة بدعم عسكري ويكون يتمتع بسلاح استراتيجي يحمي لبنان من أي اعتداءات، ويصير هو الجهة الشرعية اللي ماسكة كافة الأراضي اللبنانية. يعني قضية الحدود في لبنان هي قضية، سواء الحدود الشرقية أو الحدود الجنوبية، هي مكمن ضعف للبنان وعم تسبب له دائما أزمات. بالحدود الجنوبية إسرائيل عم تتزرع أنه مش الدولة ماسكتها، والحدود الشرقية أيضا عم يعني مفتوحة لعصابات تهريب وغيرها عم بتسبب لمشاكل للبنان، وخاصة بقضايا تصدير الكبتاغون والمخدرات إلى خارج لبنان. ففعليا وجود الدولة على الحدود نقطة أساسية لحتى يستقر الوضع ولتأمين الأمان للبنان، وهي فرصة برجع بكرر أنه نجيب دعم دولي للجيش اللبناني. المجتمع الدولي صار عارف أنه الجيش اللبناني وضعه وتأثير الانهيار الاقتصادي اللي حصل عليه، فهي فرصة اليوم حتى نقول إذا بدكم الجيش وبدكم الدولة تكون قوية وهي الموجودة، تفضلوا دعموها، ودعموا الجيش هو قادر على تطبيق كافة القرارات ويحمي لبنان، وساعتها نسحب أي ذرائع موجودة سواء لإسرائيل أو أي دولة تانية في لبنان. كذلك الامر يعني اليوم في عنا موضوع الخماسيه الدوليه يلي صحيح عم تتعثر بملف الرئاسه، ولكن عم بتحاول تعمل جهد تفصل بين موضوع غزه وموضوع جنوب لبنان، وتفصل بين الاحداث في الجنوب وانتخاب رئيس، لانه الكل بيعرف انه عمليا حمايه لبنان تبدا باستكمال او اعاده تكوين السلطه فيه، ومن تبدا من راس الهرم من رئيس الجمهوريه الى الداخل. هذا بيسحب نقطتين، اول شيء بيرد لبنان كدوله موجوده ممكن تكون موجوده على طاوله مفاوضات مقبله بعد حرب غزه، ثاني نقطه بتسحب اي ذريعه للفتنه، لانه اليوم في عندنا فريق لبناني معتبر حاله مستثنى وصار خارج اطار الدور في الدوله اللبنانيه، يعني عم نشوف نحن عم نجي المفاوضين الدوليين من البر عم يلتقوا مع رئيس الحكومه ومع رئيس مجلس النواب، يعني تم تغييب موقع رئاسه الجمهوريه، وفي فريق من اللبنانيين عم يشعر انه هو غير معني، لا يؤخذ برايه بقرارات الحرب والسلم، لا يؤخذ برايه بالمفاوضات، وحتى عم بيحاول فريق اخر يفرض رئيس
على لبنان، وخاصة التركيبة الطائفية طالما هي مستمرة ما فيها تكون مستمرة على جزء من اللبنانيين ويستثنى منها جزء آخر. فكل هذا الأمور هو الأساس اللي عم بيضعف الموقف اللبناني، واللي عم بيكون إذا بدنا نسميه مصدر لفتن ولإشكاليات داخلية وعدم استقرار ولعدم وحدة الصف ولا رؤية لبنانية موحدة تجاه القضايا الأساسية، ولا سيما مقاربة موضوع حماية حدود لبنان وحماية الجنوب وقضايا أخرى تتعلق بمستقبل المنطقة ودور لبنان فيها. عم الصحافي الأستاذ توني بول، شكرا لك ولمداخلتك معنا.